بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء، وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وحببنا فيه، وجعلنا من أهله وجنده وحزبه وأنصاره، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه، وجعلنا حربا عليه، وجعلنا ممن يرسلون عليه فيدمغونه فإذا هو زاهق. اللهم افتح لنا أبصارنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك، ونور لنا بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك. اللهم اقذف في قلوبنا من نورك الفرقاني ما تنشرح به وتنفسح، حتى نرى حقائق الداء والدواء، ونرى حقائق الأشياء. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل بعد الاستقامة، ومن الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نستجير بك من أن نؤخذ بعيدا عن صراطك المستقيم، ونعوذ بك من التواء السبل، ونعوذ بك من تيه المسيرة بعد البصيرة. اللهم احفظنا وأهلينا ووالدينا وذرارينا وأرحامنا وجيراننا وجميع المسلمين من شر الشيطان والإنسان والعدوان والطغيان، ومن شر الداء والأسواء والأعداء، من شياطين الجن والإنس، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، المواضيع التي تثار على منابرنا وفي ملتقياتنا وفي منتدياتنا، أعتقد أنها كلها من الأهمية بمكان، وإن تنوعت مواضيعها وتعددت أساليب عرضها، وأقول كلها من الأهمية بمكان، سواء ما يتعلق منها بالقضايا العقدية أو القضايا الأخلاقية أو القضايا الفكرية أو القضايا السياسية، أو ما نتحدث به عن جراحات الأمة وواقعها المر الأليم، أو ما نتحدث به عن عملية الاجتثاث التي تمارس على هذه الأمة ودينها وعقيدتها، بل وجودها الحسي والمعنوي. كل المواضيع التي تثار وتطرح أنا أرى أنها من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الأمة حقيقة تعيش الآن مرحلة صحو بعد نوم طويل، ومرحلة تنفس بعد أن مكثت ردحا من الزمن لا يستهان به تحت ركام الهدم. وأعني بركام الهدم أيها الأحبة هو ذاك الذي مارسه أعداؤنا علينا. هناك هدم روحي، هناك هدم أخلاقي، هناك هدم اقتصادي، هناك هدم تربوي، هناك هدم أيها الأحبة وصل إلى أخص خصوصياتنا من عادات وتقاليد، بل إذا قلت لكم من فنون وفلكلور، بل لست بمغال ولست بمجانب للحقيقة إذا قلت أن هذا الهدم قد وصل إلى درجة أنهم هدموا لنا بنياننا الداخلي حتى فقد أفرادنا التوازن والسلام الداخلي، فعادوا يعيشون حالة اضطراب وانعدام وزن. ومن يصل إلى هذه المرحلة وينل أعداؤه منه بأن يهدم في داخله أو من داخله، أعتقد بأن مثل هؤلاء الأفراد لا يمكن أن يصلحوا لحمل رسالة أو أداء أمانة أو صناعة أمة أو صياغة جيل أو حفاظ على أرض وعرض
أو ذود عن محرمات ومقدسات. وهذا هو المراد، المراد أن يصبح كل فرد فينا أحد اثنين، إما يائس بسبب كثرة الهدم فيلقي ما في يده ويستسلم ويقول ليس في الإمكان، أفضل مما كان. ونأتي نبرر بمسألة القضاء والقدر بشكل سلبي مغلوط، وأن هذا أمر الله، ولو شاء الله لغير هذا ولما كان هذا. إذن يائس، وما أكثر اليائسين في أمتنا، بلغ بهم اليأس بأنهم حتى واجب الكلمة التي لا تكلف شيء، شو واجب الكلمة؟ واجب ما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، بلغوا عني ولو آية، النصيحة، أدنوا النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني حتى الكلمة ما عادت تبذل، لا عجزا عنها بل يأسا منها. وهذا فرق دقيق. أنا أعرف أن 3/4 الأمة يحسنون الكلام، بل يحسنون أن يشخصوا كما أشخص قضية الداء والدواء. أنا أجزم خصوصا يعني الأجيال الأخيرة من هذه الأمة عاشت ما يسمى ثورة التكنولوجيا، يعني ثورة الاتصالات، ثورة الانفتاح، حتى صار العالم حقيقة صار قرية صغيرة كما يسمونها. وأعتقد أن حجم المعارف التي يحملها هذا الجيل في الآونة الأخيرة، في العقود الأخيرة، حجم المعرفة والتثقيف والإلمام يعتبر متميز عن كل الأجيال السابقة. فهذا جيل ملم، هذا جيل لا أقول لا يعرف، بل يعرف، يعرف داءه ويعرف دواءه ويعرف عدوه ويعرف صديقه ويعرف طريق الخير من طريق الشر وطريق الجنة من طريق النار، يعرف، هو ملم. ولكن الهدم وتراكماته، الحصار والدمار الذي يمارس على أمته في واقعه ليل نهار، هذه المأساة، مأساة الاستسلام والانبطاح من القاصي والداني والكبير والصغير والحاكم والمحكوم والعلماء والأمراء، هذه الحالة أدت بالأجيال بمجموعها أن تصاب بداء اليأس. يعني ماذا يمكن أن يجري؟ يعني لو صرخنا 5 سنوات في العلاء بن الحضرمي، 5 سنوات في الإيمان، وخمس سنوات، يعني وين نوصل؟ هكذا التبرير، أني إلى متى سنبقى نكرر وننادي ونصرخ ونثير المواضيع ونتحدث؟ هو عجز، هو يأس وليس عجز، هو يأس وليس عجز. يعني أرد أقول أن الأمة تحسن المعرفة وتحسن الكلام، ولكنها أيها الأحبة أصيبت بداء يأس من التغيير والإصلاح. زاد الطين بلة في المرحلة التي نعيش، أنه كل محاولة للإصلاح تواجه بيعني عملية صد ورد وأذية وإجهاض. وللأسف عمليات الإصلاح التي تقوم في ساحة الأمة لا يصدها ويردها ويجهضها أعداؤها، فأعداؤها مشغولين بما هو أعظم، إنما تتم عملية الصد والرد والإجهاض من أبناء الأمة نفسها. أخيار يرد على أخيار، وأبرار يجهض مشاريع أبرار، ولا أدري ما الذي يفصل بين الفاعل والمفعول، نقطة أم حرف أم قوة دولية، يعني بشكل رمزي. لذلك أيها الأحبة، هذا الأمر، عملية الصد والرد، دفع بالقلة القليلة التي تؤمن بالإصلاح أو تملك إرادة التغيير تماما، أنها أيضا تلقي سلاحها وأدواتها وتتراجع إلى الوراء، وتقول إذا كان أبناء الأمة لا يريدون أن يغيروا أوضاعهم وألقى الأذى منهم، فإذا أنا ليش أتعب نفسي؟ إذا فورا مباشرة الكتاب والسنة، وكل يجد في الكتاب والسنة، يركض فيبحث عن الآيات التي تدعو إلى العزلة والأحاديث التي تدعو إلى العزلة والانفراد، ثم يبرر يقول ولو أن تعض بأصل شجرة فليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، نعم، ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، يجيبها الأحاديث كلها صحيحة لكن لها تفسير ولها معنى ولها تأويل في زمان ومكان محدودين، فيستشهد بهذه
النصوص على ظاهرها مدفوعين بعملية الصد والرد فيلتحقون بركب اليائسين. قلنا إذن صار أبناء الأمة أحد اثنين، الأول يائس، والثاني أيها الأحبة والثاني مغامر مقامر، مغامر مقامر. هو ليس يائس تماما، لكن يوم يأتي يريد أن يعمل أمام كل هذا الركام وكل هذا الهدم وكل هذه الإحباطات وكل هذه الهزائم كل هذه الإخفاقات، يتحرك بشكل انفعالي ارتجالي غير مدروس على كل المستويات، بدءا من ميدان الفكرة إلى ميدان الكلمة إلى ميدان الطلقة، بده يتحرك فيتحرك مرتجلا منفعلا مدفوعا بغضب مستشاط تمام بنوازع داخلية، متألم من حالة الهدم حتى في داخل نفسه، هو غير متوازن. فيوم يبدأ بالتحرك يتحرك مغامرا بالرصيد القليل، رصيد الصحوة أو رصيد الخير موجود في الأمة، سيبقى إلى قيام الساعة، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فيتحرك من خلال هذا الرصيد البسيط الذي يجب أن ينمو ويتسع ويكثر، يتحرك بهذا الرصيد القليل مرتجلا منفعلا مغامرا مقامرا تماما، وإذا به بدل أن يبني يهدم، وإذا به يريد أن يخدم الحق فيعطي ذريعة لأن يتسلق الباطل على هامات الحق، يريد أن يستأصل الشر وينصر الخير، وإذا به يعطي ذريعة تماما بأن يتضخم الشر على حساب الخير وهكذا. إذن الأمة بين اثنين، أنا أتكلم كلام لو أغمضت عينك قليلا ثم رصدت الساحة من حولك تكتشف هذه الحقيقة، هذا موجود الآن ما بين يائس ومغامر ومقامر. أما الذين حقيقة يتقدمون لحمل أمانة الإصلاح والتغيير والنهوض بالأمة مع منهج مدروس ووعي شامل متكامل وخطة محكمة قائمة على مرحلية بعيدة المدى وواقعية في علاج الأمر ووضع أولويات، سلم أولويات للقضايا التي يجب أن نتحرك من خلالها، والموازنة بين طرح القضايا الكلية المصيرية وبين طرح القضايا الداخلية الشخصية الفردية اللي لازم تعالج، نوجد حالة توازن، ويجب أن يكون الإصلاح إصلاح شامل كامل متوازن هادئ متدرج مرحلي نراعي فيه سننية الله عز وجل تماما في التدرج، حتى القرآن العظيم نزل منجما، نزل على مراحل حسب الوقائع والأحداث، ولو نزل دفعة واحدة على الناس لما تحملوا، بل مسألة واحدة المسألة قضية الخمر وتحريم الخمر، تقول السيدة عائشة لو أن الله يعني أول ما أنزل تحريم الخمر لقالوا بل سنشربها لما امتنع الناس. من هذول الناس؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يربون في محضن النبوة على عين الرسول والرسالة، ويقول لو أني نزل عليهم الأمر دفعة واحدة أني اتركوا الخمر حرام قالوا لا لن نترك بل سنشرب، ولكن نزل على تدريج على مراحل. تحدث أول شيء يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم جاءت مرحلة أخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن وصلوا إلى مرحلة التحريم القطعي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الذي يريد أن يتصدى لواقع الناس فيعالجه على المستوى الداخلي أي داخل تكوين الأمة، الأزمات اللي عم تعيشها الأمة من داخلها بدءا من الأزمات الفردية إلى الأسرية إلى الاجتماعية إلى أزمة الأمة بكاملها بس داخليا، أو أن يتصدى للهجمات، علاج الأزمات الداخلية والهجمات الخارجية وما أكثرها من أزمات وما أعظمها من هجمات. إذا بده يحاول أن يعالج كل هذا يجب أن يكون هذا الأمر قائم على توازن دقيق، علاج القضيتين يجب أن يكون قائم على توازن دقيق. العمود الفقري أو القاسم المشترك ما بين علاج الأزمات ورد الهجمات هو أن ننجح في صياغة الفرد
وهذا ما تحدث عنه في المحاضرة الماضية لا تقل فات الأوان. قلنا إعادة صياغة الفرد المسلم العربي، صياغة تعيد له توازنه، تعيد له إيمانه بذاته، تعيد له يقينه بدينه ورسالته وربه وكتابه، تعيد له أيها الأحبة هويته قضيته، تعيد له أن نعيده لذاته ابتداء. يعني قالوا أني مهما كثرت المشاكل والمشاغل والمصائب والنوائب على الإنسان، هو بخير ما دام يحافظ على أمرين اثنين. ما هما؟ الأمر الأول أن لا يسقط من عين الله، وهي قضية علاقة بينك وبين الله ما أحد مطلع عليها إلا ربك ثم أنت. نحن كلنا نتزين لبعضنا يا سادة، ولا تظن أنه يمكن أن يتطابق ظاهر الإنسان وباطنه تطابقا كليا كاملا. كلنا ذاك الرجل، ولا بد لكل فرد منا من نقص فيه أو ذنب يقع فيه أو خطأ يرتكبه أو خطيئة يستزل إليها، لا بد. ومن ادعى العصمة فهو أحمق، فلا عصمة إلا للأنبياء، لا عصمة إلا للأنبياء. فأقصد نحن مهما كنا في مجالس الخير نظهر الخير لبعضنا ظاهرا وباطنا، هناك نقص في داخل الإنسان لا يطلع عليه إلا المولى. لذلك كان كلام كبار الصالحين من سلفنا الصالح لهم كلام عجيب، أحدهم يقول لو تكاشفنا لما تدافنا، لو كل واحد اطلع على حال الثاني تماما ما أحد دفن الثاني. يقول الآخر لو كان لذنوبنا رائحة تماما لما قدرنا أن يجالس بعضنا بعضا. تصور كل واحد لو كان له ذنب رائحة، لو فاحت روائح ذنوبنا بدءا من الذنوب القلبية من عجب ورياء وكبر وطمع وجزع وفزع وعدم يقين، إلى الذنوب النفسية من شح وبخل، إلى الذنوب الجوارح تماما من ذنب نظر أو ذنب نطق أو ذنب سماع أو ذنب بطن أو ذنب فرد، لو فاحت روائح ذنوبنا لما قدرنا أن يجالس بعضنا بعضا أيها الأحبة. سبحان الله، أحد الصالحين أظنه يعني ابن سوار في عرفة يقف فينادي، وهو من خيرة الصالحين من سلفنا، أتدرون ماذا يقول في دعائه؟ اللهم لا ترد حجيج بيتك بسبب ذنوبي. هو من خيرة الصالحين لكن يدعو الله، اللهم لا تردهم بسببي. فيجيبه أحد أقرانه من أهل التقى والصلاح فيقول ما أعظم هذا الجمع لولا أنني فيه، ما أعظم هذا الجمع لولا أنني فيه. كلنا ذاك الرجل، ونحن يجب أن يعني نتعلم مسلمة من المسلمات تماما أن صحبة بعضنا لبعض أو حب لبعضنا لبعض في دائرة أهل الإيمان والخير يجب أن تكون ليست قائمة على العصمة المطلقة. أحد الإخوة رأى أخا له على ذنب، فصار أخوه يتوارى منه يختبئ منه يعني حياء منه، فبقي يلاحقه حتى مسكه يوم، قالوا لما تهرب مني؟ قال رأيتني على ذنب وما أستطيع أن أراك بعد أن رأيتني على ذنب تماما. قال يا أخي ما صحبتك على العصمة لمثل هذا اليوم، أخوتي لك في الله، لما تضعف فآخذ بيدك، يوم يستزلك الشيطان فأمسكك بحبال الرحمن والقرآن، ما أخليك تبتعد، لمثل هذا اليوم. وعلى هذا الأساس العجب العجيب في الأمة الآن أني إذا رؤي إنسان على خطأ أو ذنب قامت الدنيا وما قعدت عليه، بينما هو المطلوب منه العكس. عمر مع شدته، مع شدة عمر رضي الله عنه، يوم جاء رجل يشهد على آخر أنه رآه يشرب خمرا قال ويلك هلا سترته بثوبك، قال له ويلك هلا سترته بثوبك، عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة، كان يخرج عسس في الليل يتفقد أحوال الرعية، يمشي في الأزقة في الشوارع، إذا واحد شارد، إذا واحد جائع، إذا واحد لا مأوى له يتفقد أحوال الرعية، فسمع أصوات ضحك وجلب فتسور السور
فرأوا ناس على معصية ويشربون خمر، ما سكتكم خليفة؟ وإذا بأحدهم ينادي الخليفة يقول ولا تجسسوا، يقول صدق وأخطى عمر، نزل وراح. ليه جاي تتجسس علينا؟ ولا تجسسوا. فيا أيها الأحبة، المقصد من كل ذلك هنا نصل إليه، القاسم المشترك ما بين علاج الأزمات والهجمات هو إعادة بناء الفرد. طيب، إذا أحسننا نحن صياغة هذا الفرد، عدنا له توازنه، إيمانه بنفسه، إيمانه بذاته، بقضيته، إيمانه بربه، أيها الأحبة، قال نحن ننجح في أن نصنع من هذا الفرد النواة واللبنة الأساسية للمجتمع، وهي الأسرة اللي كل الرهان عليها، الرهان بمجموع عليها. قبل أن أدخل قلت قبل قليل إني لا يضرك كل المصائب والنوائب طالما أنت تحافظ على أمرين: الأمر الأول أن لا تسقط من عين الله وأنت أدرى بنفسك، الأمر الثاني أن لا تسقط أمام نفسك. أنت بس الإنسان ما عاد يؤمن بذاته لا ترجو منه خير، لا ترجو منه خير. هذا إما سينتحر بفعل أو بقول، يعني يسير في طريق كله مغامرة ومقامرة وانتحار، وإما سيصبح يائسا، وكلتا الحالتين مضرة. حافظ على الأمرين، مهما صدوك وردوك وكفروا بما تؤمن به وبلغك من الأذى القولي والفعل، اصبر اصبر اصفح اصفح، طالما أنت تحافظ على أمرين: أنك ما سقطت من عين ربك لأنك أدرى بالعلاقة بينك وبينه، ولم تسقط من عين ذاتك، تسقط أمام نفسك، فأنت على خير. يمكن أن تكون رجل أمة، ويمكن أن تصنع الكثير الكثير أيها الحبيب. وعلى هذا نحن نقول إن كل هذا الركام وكل هذا الهدم وكل هذه الهجمات وكل هذه الهزمات نحن قادرين على أن نعالجها، وقادرين على أن نجتازها، على أن توجد هذه النخبة التي أتحدث عنها، النخبة الواعية المؤمنة بربها وذاتها، المؤمنة بالتغيير والإصلاح، التي تطرح المشاريع الهادئة الهادفة المرحلية التي توازن ما بين أزمات وهجمات، تبدأ بصياغة الفرد ثم تصنع الأسرة ثم تبني مجتمعا على قوام مجموعة أسر، ثم تعيد للأمة هيكليتها، ثم ترتقي بها نحو أوج الخيرية من جديد. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قلت في عشرات المرات أيها الأحبة، وأؤكد فأقول، وهذا قلت للصحافة الغربية والعربية واللقاءات والقريب والبعيد والموالي والمعادي، قلت أمام الجميع، قلت لهم: هذه الأمة يعني لا تراهن على موتها فهي لن تموت، ما راح تموت هذه الأمة، لن تموت. والآن كل المؤشرات التي نراها تؤكد على أن الأمة بدأت أطوار النهوض وأطوار الحياة، وتأخذ دورها مو في الحياة، في قيادة زمام الحياة. كل المؤشرات قال رغم كل هذه المصائب والنوع، نعم رغم كل ذلك هذه أمة لا تراهن على موتها، وهذه أمة فيها سر عجيب. ما هو السر؟ إن يجتهد أعداؤها قرون قرون قرون، 200 300 400 ممكن 500 سنة تماما، يجتهد أعداؤها قرون من أجل أن يضلوها أو يجهلوها أو يفقدوها بعض خصائصها عشان يسهل عليهم السيطرة عليها، فإذا ما تحرك مصلحيها ففي عقود من السنين يصلح هدم القرون. الأمة هذه استجابتها للفساد أو للإفساد استجابتها بطيئة، يعني حتى تفسدها، حتى تذلها، حتى تركعها، حتى تمزقها، تحتاج إلى قرون. أما تجد تصلحها، تغيرها، ترجعها كما كانت، توحدها تماما، تحتاج إلى عقود، عشرات من السنين تقوم الأمة من جديد. وعلى هذا ما السر؟ أن الإنسان يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. شوف حطها قرن 100 سنة، الإشارة واضحة أن في 100 سنة 100 سنة وأعداؤها يعملون فيها هدما. يجي واحد على رأس 100 سنة يتحرك في الأمة هاي في سنوات قليلة معدودة يعيد لها اتزانها وتوازنها وقوتها، ويعيد لها مكانتها وثقتها
بنفسها. هذه الأمة عجيبة، هذه الأمة عجيبة، وخيرها فيها وهي خير الأمم. مهما اجتمعت الأمم ولو كانت بأقطار الأرض على هذه الأمة من أجل أن تبقيها في حالة ذل مستمر أو تردي مستمر أو ضعف مستمر أو شتات مستمر، هذا محال، هذا محال. الأصل في هذه الأمة أيها الأحبة، الأصل هو الخير، فإذا رأيت شرا فيها ومنها فهو طارئ. الأصل النور، فإذا رأيت ظلمات وعتمات فهي طارئة. الأصل الوحدة، فإذا رأيت فرقة وتمزق فهو طارئ. وكل هذا الأصل العزة والكرامة والخيرية، فإذا رأيت ذلا وهزيمة فهي طارئة، طارئة سرعان ما تزول. لكن هذا الأمر مرهون بأمرين، يعني أن تتحول الأمة وتعود إلى ما كانت في فترة قياسية. هذا الأمر مرتبط بأمرين. الأمر الأول قدوات في ساحة الأمة وميادينها. هذه الأمة حال رجل فيها خير من قال ألف رجل، حال رجل خير من قال ألف رجل في كل الميادين. هذا الكلام، هذا في كل الميادين. هنا أريد أن أقف نقطة، يعني هي فاصلة لا بد منها، على حديث من يجدد لها أمر الدين. المجددون، المجددون لن يكونوا أفرادا. من يجدد المن هذه تصلح للمفرد والجماعة، وهنا صلاحيتها للجماعة أولى من خلال السياق. المجددون ليسوا أفراد، يعني ليسوا أناس أسطوريون أو أناس مثاليون أو ينزلوا من السماء أو يملكون خصائص خاصة. المجددون هم جمهرة كاملة منتشرة موزعة تتلاقى جهودهم وتتلاقى تماما حركتهم بمجموع الجهد ومجموع الحركة ومجموع البذل يتم التجديد. هناك من يتحرك في الساحة العقدية، هناك في الساحة الأخلاقية، في الساحة التربوية، في الساحة السياسية، في الساحة الجهادية، في الساحة بمجموع هؤلاء وحركتهم المخلصون الأخيار الأبرار يتولد التجديد في هذه الأمة. أناس في علم الحديث، وأناس في علم التوحيد، وأناس في الفقه وتجديده بما يتناسب مع المستجدات العصر، أناس في مناهج التربية والتزكية والأخلاق والتنقية، أناس بمجموع هؤلاء جميعا يتولد عندنا حالة تجديد وننهي حالة التبديد. إذن هذا الأمر يجب أن يكون واضح في الأذهان من أجل أن لا نحول الإسلام بإطلاقه الذي يعم الأمة بمجموعها وهي كلها محل للإصلاح، أن نحوله إلى الجماعات والمصطلحات والدوائر المنغلقة، وكل يقول نحن المجددون، نحن وحدنا على خير، نحن وحدنا على حق، نحن. وهذا مما قتل جهود الأخيار في الأمة، هذا التضارب والتصادم قتل الجهود وأضعف الآثار والثمار لحركة المصلحين والمجددين في كل الساحات الدعوية والفكرية والعقدية والجهادية والسياسية، أضعف الآثار والثمار. ليش؟ ما لم يكن هناك تكامل، بل صار تآكل فيما بينهم، لم يكن هناك تناغم وتفاهم، إنما صار هناك تصادم في حركة هؤلاء المجددين أو المغيرين أو المصلحين. وهذه إحدى أكبر أزمات الأمة التي نعيشها من داخلنا. إنما نريد أن يعترف الجميع بالجميع، وأن يرى الجميع يعني خير الجميع في لعب دور أو سد ثغر أو شد ظهر، ولا بد من ذلك. وإلا تماما فنحن عم نضيع الآثار والثمار بهذا التفرق في ساحة الخير، ويجب أن نتلاقى على هذا الخير. إذن أيها الأحبة، هذا استهلال لا بد أن أقدمه، لا بد أن أبينه، لا بد أن أفصله، لأدخل في موضوع مختصر وموضوع جميل يعني واضح، هو أحد مواضيع الأزمات الداخلية في الأمة، واللي عم يلعب الآن دور كبير جدا في تأخر، في تأخر صحوة الأمة وتوحدها وحذرها من أعدائها. اليوم احنا أطلقنا عليه موضوع التفكك الأسري، التفكك الأسري. لابد أيها الأحبة بادئ ذي بدء أن نتكلم عن دور الأسرة بشكل موجز. الأسرة أيها الأحبة في المنظار الإسلامي أو ضمن مظلة التشريع الإسلامي، الأسرة
هي النواة واللبن الأساس في رفع بنيان وجدران وأركان الأمة بمجموعها. هذه اللبنة إن كانت صالحة صلحت الأمة، وإن كانت فاسدة فسدت الأمة. فما الأمم إلا عبارة عن مجموعة مجتمعات، مجتمعات مدنية، مجتمعات قروية، مجتمعات يعني متعلمة، مجتمعات أمية، مجتمعات غنية، مجتمعات فقيرة، حسب يعني. الأمة هي مجموعة مجتمعات، والمجتمع هو مجموعة أسر، وبالتالي على حسب تماسك هذه الأسر، توحدها، نظافتها، رقيها، يكون حال المجتمع، والعكس بالعكس. إن كانت هذه الأسر مشتتة، مفككة، مضطربة، منحطة في تصوراتها وأهدافها ورسالتها وقيمها، سينعكس هذا أيضا على المجتمع. فإحنا لما نتكلم عن ظاهرة التفكك الأسري، نتكلم على أنها الأس الأساس، الأس الأساس في قضية تغيير واقع المجتمع ثم إصلاح حال الأمة بمجموعها، عشان حتى نوازن ما بين الأزمات والهجمات، فلا ترد الهجمات إلا بعلاج الأزمات، وإلا ما عاولنا نصد الهجمات وأزماتنا قائمة، هناك إشكالية لن نفلح، وستشغلنا أزماتنا عن هجماتهم، سنبقى منشغلين وتشتت طاقاتنا وجهودنا في داخل الأمة في دائرة الأزمات، ولا نتفرغ لرد الهجمات. إذن الأسرة هي اللبنة الأساس، بصلاحها تنصلح الأمة، وبفسادها تفسد الأمة. لا تستغرب من المولى عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المولى عز وجل لما يقول قوا أنفسكم وأهليكم، بدأ بالأسرة، بدأ بالتكوين الأسري، وأهليكم نارا، يتبادر للذهن فورا أني نار الآخرة، وأنا أرى أن نار الآخرة لها مقدمات في الدنيا وهي نار الدنيا، لكن محاضرة قديمة أنا أسميتها اتقوا نار الدنيا، الناس كلها عم تحكي اتقوا نار، أنا أقول اتقوا نار الدنيا. لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن في الدنيا، يعني في المقابل يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يصلح لدخول جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يصلح أن يدخل جنة الآخرة. ما جنة الدنيا؟ جنة معرفة الله، الأنس بالله، عبادة الله، مناجاة الله، القرب من الله، الارتباط بالله، التعلق بالله، هذه جنة، جنة، جنة. نحن على لذة لو علم الملوك بها لجلدون عليها بالسيوف. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس محادث وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. جنة لا يشعر بها إلا الذائقون أيها الأحبة، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. هذه ليست نوع من المغالاة أو الشطح أو التهيلات أو تخيلات، هذه حقيقة يذوقها القريب من الله، يشعر بها المتآنس بالله. فإذا كان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يصلح لدخول جنة الآخرة، في الدنيا نار، من لم يطفئها لا يمكن أن ينجو من نار الآخرة، بدك تتجاوز نار، نار الدنيا. فالمولى لما يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنا أرى مباشرة أنها نار الدنيا قبل نار الآخرة، إنها نار الشهوات، إنها نار الهوى، نار الملذات، نار التيه، نار الضياع، نار التفكك، نار التصدع، نار الغفلة. هذه النار التي تحرق الناس ما بين شهوة ومتعة ولذة وشبهة وضلال وانحراف وجنوع، أليست هذه نار تحرق أجيال الأمة، تحرق أبناءنا، تحرق أسرنا في الليل والنهار، تحرق هممهم، تحرق قيمهم، تحرق أهدافهم النبيلة، تحرق تطلعاتهم السامية، تحرق حتى إيمانهم بذاتهم، تحرق إراداتهم. أليس هذا ما نراه من الأجيال التي عم تظهر في بلاد المسلمين؟ أجيال مغسولة الدماغ، أجيال غرقت في ترف الحياة ومباحاتها ولهوها من حلال أو حرام، أجيال لا تفكر بالأمور العظيمة ولا بالقضايا الكبيرة
ولا بمصير أمتها ولا بسير مركب بلدانها إلى هاوية ما بعدها نجاة. أجيال تلعق العسل المؤقت وتغني، والطوفان من كل جانب يعني يسير نحوها لإغراقها، ومعاول الهدم تعمل فيها ليل نهار. هذه أجيال محروقة أيها السادة، هذه في نار حقيقية، ما عاد في تنورها لحضارة الإنسان قيمة. هذه نار ما عاد في تنورها لحضارة الإنسان قيمة. الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاتها قد أهدروا سلفا دمة. لا يرتجي دفعا لبهتان رماه به الطغاة، المجرمون الجالسون على كراسي القضاة. مو الآن عم يحكموا علينا، ما عم يحكموا علينا أفراد، عم يحكموا علينا كيانات، قارات، دول. قاعد بوش القاضي الأعلى يتحكم في مصير المسلمين، في مصير العرب، يقرر ويملي ويوقع، وعملاؤه وأدواته وأذنابه تنفذ. وللأسف وأجيالنا تحرق، أجيالنا تحرق. إذن قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الانتباه لمركزية الأسرة، احمها. أنت لا تملك الشارع، قد لا تملك الجامع، قد لا تملك المدرسة، قد لا تملك الجامعة، ألا تملك بيتك؟ تملك بيتك إلا لا؟ ما بقي لك عذر. فإذا سمحت للهيب النار أن يدخل إلى داخل بيتك فيحرق أبنائك وأهلك، فستسأل بين يدي الله. هنا ننتقل فولا، كلكم راع كما يقول صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. شفت الربط وين؟ كيف نفهم الأمر؟ قد لا تملك شيء. نحن فلنقل، وقلتها كثير للشباب وللمسلمين وللأحرار في كل مكان، إذا وصلنا لدرجة أننا ما عدنا نملك لا ساعة ولا مساحة، نملك بيوتنا، بل حتى إذا لا سمح الله وصل الأمر حتى في بيتك ما عدت تحسن تفعل شيء، ألا تملك ذاتك؟ فلماذا تسمح أن تدفعك إلى أن تدخل في لهيب الاحتراق؟ قال شيء حينها أقول لك احفظ نفسك، أنجو بعدها لكي تنجو الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. إذن نحن نملك دوائر أسرنا وساحاتها أيها الأحباء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكرر الوصية في عشرات المرات، بل وحتى على فراش الموت، يقول أوصيكم بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، إنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بهن خيرا واستمتعوا بهن على عوجهن. أليس هذا هو تحميل للرجل مسؤولية أكبر من المرأة في داخل الكيان الأسري، لأنه به أنيط مسألة الحفاظ على هذه الأسرة وتوجيهها وإدارة دفة أمورها وعدم السماح بظهور أي علل أو خلل أو زلل فيها. لما نجي نحمل المسؤولية لأحد، للمرأة مسؤولية تحمل، لكن المسؤولية الأكبر هي مسؤولية الرجل أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بدأت الخيرية هنا، لما يقول درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أعطيته لمسكين، ودرهم أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. شوف عم يبني الحميمية، تكوين الأسرة. يجي يقولوا معت الأغنياء خلاص، معت لين نهار ما من طعمي غير زوجاتنا وأبنائنا، عشان نأخذ الأجر الأعظم. هذا لمن لا يملك إلا هذا الدرهم. هذا الحديث يجب أن تفهم النصوص في محلها، لمن لا يملك إلا درهم أو درهمين، أما اللي عنده دراهم كثيرة ليوزع الأدوار. وإلا هناك يعني فريضة متعددة للجوانب. من هنا أيضا لابد من معلومة جيدة يذكرها ابن القيم رحمه الله عن فريضة الوقت، وهذا بحث نفيس أتمنى أن يقرأ لهذا الإمام الجليل، ويعني تعرض له في أكثر من كتاب وبرجع منها الداء والدواء. يقول هناك فريضة للوقت وهناك فريضة للشخص، هي غير الفرائض تجمعنا كلنا، لأن كلنا تجمعنا إيش؟ صلاة، صيام، حج، زكاة، أي مطلوبة من الكل،
ممن توافرت فيه الشروط، لكن يقول هناك في فريضة وقت. قل مثلا من فريضة الوقت، إذا جاء رمضان وتقدم رجل فقال أنا لا أريد أن أصوم، أنا لا أريد أن أصوم، إنما أريد أن أدفع بدل كل يوم 100,000 ليرة، أدفع مال كثير، يقبل منه؟ في موسم الصيام لا يقبل إلا الصيام. طيب يدفع 1,000,000 عن كل يوم، طيب 1,000,000,000 يا حاج عبد القادر، ما بينفع. إن الفريضة هي الصيام، كما إذا حضر وقت الصلاة فورا نصل. من رأى منكرا، من رأى منكم منكرا فريضته، فريضة الوقت تغييره، تغير باليد، إذا ترتب على تغيير اليد مفاسد تغير باللسان، إذا ترتب أقلها يوم ترى المنكر أن يشمئز قلبك، أن يؤتى بأقوام يوم القيامة تماما فيقولون صلينا صمنا حججنا أنفقنا بذلنا، فيقال خذوهم إلى النار لم تتمعر وجوهكم من أجل يوما. تتمعر يعني ما نهارك انتفقت أوداجك، ولو بس حالها من دون ما تحكي من دون ما تفعل شيء، بس تغضب. صرنا نمر بالمنكرات والمبيقات والآثام والأمر عادي حتى في قلب بيوتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فريضة الوقت التغيير، إذا واحد دار ذهنه هكذا الفريضة التغيير، وسبح الله 1,000 مرة لا يقبل، لا يقبل. اعتدى الأعداء على بلد مسلم الفريضة بدءا من أهل البلد، ردوا هذا العدوان، الجهاد في سبيل الله، ردوا الاعتداء. طيب إذا قام أهل البلد قالوا لا، نحن لا نريد أن نرد الاعتداء، نحن نريد أن نقرأ في البخاري ونحفظ مسلم ونخرج حفظة قرآن ونكثر، نسوي حلقات ذكر وحلقات علم ونسوي مؤسسات خيرية، كل هذا لا يغني عنهم من الله فتيلة. فريضة الوقت رد المعتدي، فمن قصر فيها فهو آثم مهما كان في الخير. طيب الشاهد، الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك من عموم الأمة المسلمة، عموم الجيش، ثلاثة تخلفوا بس، كان لأن يصنم إذا كلف صار التكليف فرضا، ما ظل كفاية، تكليف القائد فرض، ولو استنفر الإمام المسلمين صار هذا الاستنفار فريضة، فمن تخلف فهو قد تولى والعياذ بالله وارتكب إحدى 7 الموبقات، ما بصير يجتهد، وإن كان الإمام جائرا وفاجرا، حتى إن كان الحاكم جائرا وفاجرا، هذا بإجماع العلم، إذا استنفر الأمة لرد معتدي يجب أن تنهض مهما كان يرون فيه أو يرون فيه من عيب ونقص وجور وظلم، وتلزم طاعته وتكليفه فرض وواجب، تقوم تنهض. أحبتي في الله، الثلاثة الذين خلفوا قعدوا في المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش لرد تجمعات للروم وأذنابهم تتحضر لغزو المدينة، فكانت يعني اسمها الخطوة الاستباقية بمصطلحات الحروب المعاصرة، حرب استباقية تسمى. ثلاثة الذين خلفوا ماذا فعلوا؟ راحوا سكروا ولا خمروا ولا زنوا ولا قعدوا ليل نهار ما بين صلاة وقرآن ودموع وسجود ودعاء وندم عما فعلوا عن تخلفهم، يعني لم يفعلوا معصية، كانوا في طاعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في طيبة، ولم يغني عنهم، ولولا أن الله تاب عليهم لهلكوا، ولم يتب عليهم إلا بعد 50 يوم من مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أتدركون كم من الفرائض، فرائض الوقت مضيعة الآن، شايفين ايش قد الأمة مضيعة؟ قلت مرة لإخوة في مكة المكرمة، قلت انظروا إلى هؤلاء الحجيج يطوفون بالبيت ويدعون، كلهم يستغفرون الله من الذنوب الفردية، عم تشوفوا حدا عم يستغفر الله من الذنوب الجماعية؟ في ذنوب للأمة، ذنوب جماعية، منها الصمت والسكوت عما يجري في بلاد المسلمين، عما يجري في فلسطين، عما يجري في العراق، عما يجري في كثير من أراضي الجراح، صمتهم، ذلهم، قبولهم بالعار، هذا ذنب، ذنب، ذنب. شو ما أحد عم يستغفر منه، بل ما أحد يشعر أنه ذنب. الله جل أهلك بني إسرائيل وعلل هذا الإهلاك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول صلى الله عليه وسلم عنهم، يقول كان أحدهم يذنب الذنب
تماما، فيجالسونه ويؤاكلونه ويشاربونه، فغضب الله عليهم جميعا. يعصي ربه، ثم ذول يدللوا يكرموا ويصدروا، هلين ابو فلان وهلين فلان مشان ماله او مشان جاهه او مشان، عرفت كيف؟ ما في قضيه نصح، ما في قضيه انكار، ما في قضيه غضب لله. هذه كلها ذنوب جماعيه تقع الامه بها. الايتام الضائعون، الارامل الثكالى، المشردون في الشوارع، المنكوبون من الامه، من لهم؟ واموال الاغنياء والاثرياء والامراء من المسلمين كلها في بنوك سويسرا وبنوك امريكا وبريطانيا، وتنفق اما على حدائق الحيوان هبات، واما تعطى اعطيات لمسابقات ملكات جمال، او لرعايه برامج تلفزيونيه عالميه تتحدث عن الخلاعه والفجور. هؤلاء المنكوبون من سيسال عنهم؟ فريضه الوقت، فريضه الوقت. ملايين تموت في افريقيا، افريقيا المسلمه ملايين تموت جوعا، ملايين تموت في الصومال، بل لا نبتعد. البارحة 5 أطفال في منطقة صينية في العراق المحاصرة يموتون من الجوع، مو بالرصاص، جوعا. مات أبناؤنا في العراق جوعا، لا يجدون حليبا، لا يجدون لقمة خبز، والأمة غارقة في ترفها وزخرفها وملذاتها. أوليس هذا ذنب عام سيسألنا الله عز وجل عنه، سيسأل الأمة بمجموعها عنه؟ هذه فريضة وقت. لا يجدين كثرة أذكار وتسبيحات وقرآن وحفاظ، وهذا كله مطلوب في جانب مع أداء فريضة الوقت، فيكون خير على خير. أما أن نضيع ثم نبرر نمزق ونرقع، لا يقبل هنا التمزيق والترقيع. نمزق أو نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. هذه فريضة وقت. في فريضة شخص تكلم ابن القيم رحمه الله، يقول: الرجل العالم، الرجل العالم، الفريضة في حقه تعليم الناس، تعليم الناس، فإن لم يكن غيره ينوب محله تماما في تعليم المسلمين ما جاز له حتى الجهاد في سبيل الله. لهالدرجة يقول: ما يروح على الثغور طالما هو الفريضة في حقه التعليم. يقول: الرجل الغني، الرجل غني، الفريضة في حقه بذل المال، هاي فريضته، بذل المال، فلا يستعاض عنها بغيرها ويظن أنه ينجو. يقول لك: أنا لا، بعد عني، ما بدي أدفع شيء، لكن أنا شو بدك أسوي؟ بصلي كل يوم 20 ركعة قيام ليل، و8 ركعة ضحى، وبدك 6 أوابين، وبدك كل سنة أسوي عمرة، وأروح على الحج كل سنة، وشو بدك؟ أنا جاهز، بس قضية تقول لي أنفق ما أنفق، فريضتك هي الإنفاق. هذا الاختصاص، فريضة الأشخاص. وهكذا أيها الأحبة، إذن فريضة أوقات وفريضة خاص، كل واحد ينظر ماذا يصلح له ونفعه للأمة وللعامة آكد وأكثر، فيتقدم إلى هذا الثغر. إذن الأسرة لها دور عجيب كبير، بصلاحها تصلح الأمة، بفسادها تفسد. لذلك هناك مؤامرة شيطانية جهنمية دولية محلية، كيف تسميها؟ مؤامرة على هذه الأسرة، وهبت على الأسرة في السنوات الأخيرة ما يسمى في العصر الحديث، عصر الانفتاح والتكنولوجيا تماما، والمتغيرات العالمية وتغيير الخارطة الدولية والنظام العالمي الجديد، هبت على الأسرة المسلمة رياح عصفت بها عصفا، غيرت في ملامح شخصيتها، غيرت في خصائصها، عبثت في تقاليدها وأعرافها الرزينة القائمة على العفاف والطهر والنقاء والحب والإيثار والتمسك والتراحم والحميمية. وإذا بالأسر مشتتة، مشتتة، الأسر الواحدة ضمن عائلات، فما عاد أولاد عم يعرف أولاد عمومة، ولا أولاد خال يقترن أولاد خاولة، وصار هناك تباعد عجيب، والدنيا أشغلت الكل مع تفاوت طبقي وطبقيات اجتماعية متعددة أبعدت الناس عن بعضهم، ثم دخلت إلى قلب التكوين العائلي الأسري الواحد، فأشغلت الآباء عن الأبناء، وأشغلت الأمهات عن البنات، وأشغلت الزوجة عن الزوجة، وأشغلت الزوجة عن الزوج. وإذا بهذه الأسرة تمر بمرحلة تذبذب عجيب، ولا تستطيع أن تجمع وتوازن ما بين الرياح التي هبت عليها بكل الإفرازات الخبيثة الحديثة، وما بين خصائصها، ما بين قيمها وتقاليدها، فصارت الأسرة المسلمة في حيرة، بدأت تتصدع، بدأت تتفكك. فتجد مثلا من المظاهر العجيبة
في الشارع الواحد تمشي امرأة كبيرة في السن محجبة بجانب فتاة سافرة صفورا كليا، وهذه أم هذه وهذه ابنة تلك، هذه من جيل وهذه من جيل، هذه التي هبت على الرياح. ألا تجدون هذا المشهد؟ تجدون أبا ملتزما يرتاد بيت الله ويصلي وأبناؤه في الحانات والبارات وبناؤه يتسكعن في الشوارع والسهرات، موجود لما موجود، هو ملتزم وعلى خير ومعروف بالطيب. بدأ هناك حال تصدع، تجد هناك خيط ينضم ما بين زوج وزوجة في بيت واحد، ولكن هو عقله شارد وهي قلبها مشغول، هو في أمور خاصة يغرق بها وهي في سهرات وأزياء ومسلسلات وزيارات وما إلى ذلك، والأبناء ضحية كل هذه الحالة، لا يوجد من يربي، من يتابع، من يهتم، من يعالج، من يحمي. بدأت الأسرة المسلمة والعربية يصيبها حالة تصدع عجيب. أجيب لك مثال واحد حتى أؤكد لك أن المؤامرة على الأسرة منذ قديم الزمان، من يقودها؟ الشيطان، وكل شياطين الإنس تتبع لمخططه، والشيطان يعلم، الآن ستستغرب من هذا الحديث، يعلم أن الركيزة هي الأسرة، إذا خربها خرب الأمة. اسمع الحديث، قال يرسل الشيطان إبليس يرسل جنده وسراياه مشان يشتغلوا، راحوا على العمل عادين وهم يعملون بإخلاص، لو يعمل مصلحون بإخلاص الأبارسة في الإفساد ممكن كان نحن غيرنا الأمة من زمان، لكن نحن نعطي الإصلاح فضل أوقاتنا وهم مستنفرين 24 ساعة للإفساد. قال يرسل جنده وسراياه فيعودون عند المساء وهو على عرشه فيسألهم ماذا صنعتم؟ طبعاً اللي بده يكون قد فعل شيء جيد يضع على رأسه التاج ويجلسه بجانبه كما في الحديث، هذا يعني فعل شيء عظيم، فيقول ماذا فعلتم؟ أحد يقول ما زلت به، يعني ما زال بالإنسان المؤمن حتى زنى، يقول ما فعلت شيئاً، يقول آخر ما زلت به حتى سرق، يقول ما فعلت شيئاً، ثالث يقول ما زلت به حتى شرب الخمر، إبليس يقول ما فعلت شيئاً، فيجي شيطان صغير هيك يقترب يقول له ما زلت به حتى طلق زوجته، ما زلت به حتى فرقت بينه، في النص حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أدن مني أنت مني وأنا منك. شفت؟ زنى يقول له ما سويت شيء، سرق ما سويت شيء، شرب ما سويت شيء، فلما يقول له حتى فرقت بينه أي فككت الأسرة، فككتها صدعتها مزقتها، يعني إذا راحت الزوج عن الزوج مين تضيع أيضا؟ سيضيع الأبناء، والزوج والزوج والأبناء ما هم؟ هم لبنة بناء المجتمع. يقول أنت مني وأنا منك، على هذا الخط الشيطاني الإبليسي الجهنمي يعمل دهاقنة الكفر وأباطرة الإلحاد، تعمل القوى العالمية. أما سمعتم بمؤتمرات الأسرة والمؤتمرات السكانية ومؤتمرات رعاية الأبناء وعنف العنف ضد الصغار كل هذه، تدرون ما المقصود منها وماذا وراءها؟ ما عليك إلا أن تدخل على الإنترنت إذا لم تجد في الأسواق، وادخل على المؤتمر السكاني الذي انعقد في القاهرة أو مؤتمر تنظيم الأسرة في بكين، ادخل وشوف المقررات الموجودة، ماذا يريدون من بلادنا؟ ماذا يريدون؟ الحرية بإطلاقها، لا يسأل زوج زوجته وين رايحة ولا وين جاية، لا يسأل أب ابنه وين رايح ولا جاي، الحرية الكاملة شخصية وجنسية هم يسمونها الحرية الخاصة أو الحرية الشخصية. لا يريدون قيما، لا يريدون عفافا، كل هذا يجب أن يلغى، بل في بعض مقررات ومؤتمرات الأسرة وتنظيم الأسرة وتحديد النسل وما إلى ذلك يريدون أن إيش؟ يؤذوا المسلمين. قال كيف يؤذي المسلمين؟ يريدون من المسلمين أن لا ينجبوا، عم يحطوا مخططات أن يقل النسل المسلم قدر الإمكان. لماذا؟ لأن الأمة المسلمة أكثر الأمم تناسلا وتكاثرا، وهذوك عم ينقرضوا. على سبيل المثال المجتمع الفرنسي، هل تعلم أن المجتمع الفرنسي 60% من أبناء فرنسا، المجتمع الفرنسي هم يصنفوا تحت زمرة الشيخوخة، أي ماضى الأجيال شابة، يعني فرنسا ممكن بـ20 سنة تنقرض، ما يضل شيء اسمه فرنسا، عم ينقرضوا.
فالآن فرنسا عم تشجع النسل وتشجع الزواج وتعطي عطيات، أي شاب بده يتزوج الدولة تتكفل به بنفقاته بمسكنه، وإذا في صار حمل رعاية للحمل منذ أن تعلق النطفة في الرحم إلى أن يولد، رعاية كاملة. بس بدنا أجيال، ونحن في بلادنا لا، ديروا بالكم، حددوا، ألغوا حريات، فوضى. فالأمر مؤامرة قذرة خبيثة مورست على الأسرة وتمارس بدءا من منطلق هذا الحديث ذكرته، أدت إلى ظهور حالة التصدع والتفكك الأسري التي نعيشها. أنا كثير يراجعني شباب وشابات يحدثوني عن واقع بيوتهم، واقع مر، واقع أليم، أولاد ضائعون، فتيات حائرات تائهات، تقول لي أنا يعني كيف أحط على قناة الناس أسمع محاضرة؟ والله صحيح مؤمن، كلام الدعاة صحيح وكلام العلماء صحيح، وعم يحذرون وينبهون، قال لكن أنا أعيش في حالة فوضى في الأسرة، في حالة فراغ، ما في رعاية، ما في حماية، ما في عناية، ما في روح أبوة، ما في أمومة. أنا يربيني الدش، أنا يربيني المسلسل، يربيني الفيديو كليب، قيمي، ثقافتي، تصورات الحياة كلها قائمة على الإعلام أو من الرفقة اللي هم مثلي في المدرسة أو المعهد أو الجامعة. طب أنا كيف بدي أكون؟ كيف ترجو مني أن أسمو؟ كيف ترجو مني أن أخذ دوري؟ كيف ترجو مني أن أحمي أمة وطن حسب نداءاتك؟ هذا كلام شباب وشابات، أني كيف نحن ونحن نعيش في داخل الأسرة، اسمها الأسرة المقوقعة الفارقة، حالة فراغ، ما في حميمية. تقول إحدى الفتيات والله صار عمري الآن 24 سنة، الأخت تقول لي 24 سنة ما أذكر أن مرة جاء والدي وجلس معي 5 دقائق ينصحني، يعرفني الخطأ من الصواب والطاعة من المعصية. وتقول الآن لو أقع بأي خطأ مهما كان صغير يطلع كل شرفه وإيمانه وغيرته، ليقيم الحد علي فورا. وتقول ما جلس معي دقائق وهو أبي، أمي مشغولة، استقبالات وزيارات وروحات وجيات وحفلات وأعراس، ما مرة جماعتنا البنات تحدثنا، تنصحنا، توجهنا، حتى صرنا لدرجة صرنا نرى المنكر معروفة، صرنا نرى المعصية تطور، صرنا نرى الدعارة حضارة. هكذا يعلمنا الإعلام، وين ما نقلب عم يزين لنا الشر، يزين لنا الباطل، يزين لنا الفجور. كل المسلسلات اللي عم تعرض عن فتيات متحررات ومتبرجات وحرية وسهر وليالي حمراء تسلط عليها أضواء بشكل إيجابي. طيب هذا الذي يثقفنا ويربينا، ثم ترجو منا أن نأخذ مواقع ونأخذ مواقف، كيف هذا؟ هذا الذي دفعني أني أطرح قضية التفكك الأسري والأمر المخيف الذي يصيب. بل اكتشفنا حالات في بعض البيوتات الملتزمة اللي ظاهرها على خير خير خير، من داخل هذا التكوين الأسري هناك تصدع عجيب، هناك حالات مخيفة، يعني بدءا من حالات كراهية إلى حالات يعني نوع من الاستهتار أو نوع من الوقوع في بعض المخالفات والآثام والذنوب، وكلها مبررة، الكل متواطن، الأمر مبرر، وهم ظاهرا حالة واحدة، أما باطنا هم مفككون. طيب هكذا هكذا أسر كيف ترجو منها أن تأخذ دورها الريادي والقيادي، تسد ثغر، تحمي أرض وتحمي عرض؟ كيف؟ وإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا غشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وليس كذلك؟ إذن الأمر، ما تكلم عن موضوع الأمر مخيف. الآن بشكل سريع سأتحدث عن أسباب التفكك الأسري، وقبله نتحدث ضمن نقاط المنهج الإسلامي للحفاظ على الأسرة. المنهج الإسلامي للحفاظ على الأسرة، وهذا كله دراسات، ما هي دراسات، كتب ونظريات وتقنين، هذه أيها الأحبة دراسة ميدانية عملية من خلال التجربة، من خلال التماس مع الأمة، ومن خلال رؤية واقعها كيف يمكن أن نصوغ منهجا يحافظ على الأسرة. اثنين، ثم نعرض لأهم أسباب التفكك الأسري مشان نعالجها. بس عرفت السبب ضده العلاج، والأمر سهل. المنهج الإسلامي للحفاظ على الأسرة، أولا القيم الثابتة هي عماد الاختيار بين الزوجين، بين الأسرتين. أما القيم الزائفة فهي زائلة، لا قيمة لها ولا وزن. نريد القيم الثابتة. شو هي القيم الثابتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول تنكح المرأة لأربع،
لمالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا لا يمنع لما أقول اظفر بذات الدين أن يكون لك عوامل مساعدة مع الدين، لكن الأصل يجب أن يكون والدين. فإن كان مع الدين جمال لا مانع، وإن كان مع الدين مال لا مانع، لكن الأصل الدين. فإذا وجدت الدين وفقدت كل القيم الزائلة، إذن اظفر بذات الدين، وهذا هو الأساس. إذن هل يا ترى الآن الذي يحكم علاقات الزواج اللي هي تؤسس للأسرة ابتداء من التأسيس، هل يحكمها القيم الزائفة الزائلة أم القيم الثابتة الأصيلة؟ بتجرد يعني إذا نعترف كلياتنا القيم الزائفة الزائلة. يقول العريس للشاب مسكين جاي ما صدق، يعني بلغ هذا السن وجمع له شوي، بده يعف نفسه ويعف فتاة يؤسس بيت مسلم، يطرق الباب على جماعة يظن فيهم الخير يقول له مرحبا بك، لكن قل ما تقرب مليون بمليون ودش على البلكون. هيا ما يعني قبل أن تخطو خطوة نحونا، ما بتجي وما نقبل فيك بنتنا نحن الحسب والنسب حتى نقبل بأربعة، حتى تأتينا بأربع مفاتيح، افتاح البيت والسيارة والكاسة والمحل، إذا ما جبتهن ما لك شغل عندنا. كلها قيم زائفة زائلة لا تجلب السعادة. كتبت عقودا زواج، كتبت عقود، كتبت عقد كان 500 ليرة ب500 ليرة، إلى الآن من 8 سنوات يعيشون أسعد حياة الزوجين تماما في حي الحيدرية عرفت كيف؟ يعيشون حياة يعني سعادة. وكتبت في الشهباء عقد، المقدم 50 مليون والمؤخر فيلا بقيمة 100 مليون، وبعد 6 أشهر تم الطلاق وتم التسوية وجابوا الحكمين، لم تستمر الحياة. القيم الزائفة لا تجلب السعادة. أسعد الزواج وأدومه أيسره مأرا وأقله مؤونة وكلفة. فلذلك يجب أن ننتبه على التأسيس، أن تؤسس الأسر على القيم الثابتة يا سادة، القيم الأصيلة التي تبقى في الدنيا والآخرة. والسعادة هي سعادة القلوب. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وأكل خبز أحب إلي من لبس الشفوف. لم تكن هذه الأعرابية يوم خطبها معاوية فرفضت الخليفة، وبدها ابن عمها البسيط الدرويش تماما. فإذا يجب أن نركز نحن ابتداء على القيم الثابتة في الاختيار وهي الدين والخلق. من هنا ظهر الفساد وظهرت بوادر التصدع الأسري. 2، الاختيار المطلق والرضا الكامل في الزواج ما بين الشاب والشابة. النبي صلى الله عليه يقول لا تنكح الثيب حتى تستأمر. اللي كانت متزوجة يعني سابق لها الزواج، ثيب متزوجة إما أرملة وإما مطلقة، الثيب ما بصير تزوجها إلا بأمرها. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أقل شيء الفتاة بدك تأخذ برأيها. يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدى بينكما، انظر منها ولتنظر منك. النبي صلى الله عليه وسلم يكونك في لقاء، الفتاة ترى الفتى والفتى يرى الفتاة، ولا مانع أن تتكرر الرؤية مرة وثنتين ثلاث إذا لازم الأمر مع وجود المحارم، بس مو مشنقل بها وماشي على السيرانات ومنتزهات. والله هي في فترة خطوبة، فترة خطوبة حسبنا الله وكيل. فإذا الرضا الكامل، يجب أن تتوافر قناعة لدى الشاب وقناعة لدى الفتاة الشابة بأن كل منهما يصلح للآخر بانسجام فكري من خلال الرؤية والجلسات. أما أن يأتي يقولها أنا أضرب مصلحتك، هذا فلان ابن فلان رجال البزنس المال والأعمال يضمن لك المستقبل، هو مو مستقبله هو عم يضمنه بس من خلال الاتجار ببنته، بده يبني أحلاف وعلاقات وصداقات ويوسع تجارات أو يتقرب ويتزلف لأصحاب الجاه، فيدفع بنته دفعا كأنها سوق نخاسة في سوق بيع وشراء. والزواج قائم على رضا، على رضا، فلا يجوز الإكراه. وأنا أقول في هذا الزمن اللي صار فيه الانفتاح والفتاة، قبل الفتاة ما ترى إلا البيت وأجواء البيت يعني جوها ضيق ما ترى شيء، نقول ممكن حتى البكر أن الأب ممكن أن يختار لها زوجها الكفء. أما الآن بعد هذا الانفتاح الإعلامي والفتاة تعرف كل شيء وترى كل شيء، يجب أن تعطى حريتها، حتى البكر منهن تعطى الحرية المطلقة في الاختيار، على أن تربى وتؤسس التأسيس الصحيح، ولا تكره على شيء إكراها. أيضا أيها الأحبة، مراعاة الكفاءة بين الزوجين في الدين والخلق والمستوى المعيشي والمستوى العلمي. الكفاءة أمر ضروري، أمر أساسي، وعدم الكفاءة ياما أجلب من تفكك وتصدع ثم دمار ثم انهيار.
لهذه الأسر. كن كفاءة. ما هو رجل شاب تقي دين يزوج إنسانة غير ملتزمة لا تعرف شيء؟ لا يمكن أن يكون هناك لقاء. يقول لك أصلحها، إذا وجدت الكفء له من التقيات فهي أولى، فإن لم يوجد نقول بارك الله بك، خذها إن كنت قادرت على الإصلاح، هذا ما أفسدته هي. يعني كل واحد قادر على عملية أن يغير الآخر. الكفاءة في الأخلاق، فتاة رقيقة لطيفة نقية كأنها الظل يسير ويمشي، وشاب جلف غليظ الطباع سيء الأخلاق تزوج هذه لهذا، كيف يمكن أن يؤدم بينهما؟ لا تبحث عن أخلاقه، تسأل عنه، تراقبه، أنت كأب تراقبه، حط عليه من يراقبه في الليل والنهار حتى تعرف كيف يتعامل مع الناس، وضعه في بيته، مع أقرانه، في دراسته، لا تعطى. وكذلك العكس، شاب رقيق لطيف مهذب أديب حبيب يزوج لواحدة سيئة الأخلاق بذيئة اللسان تماما، لا تراعي حرمة ولا تعرف قدرة، هذه أيضا مشكلة. الكفاءة، الكفاءة في المستوى الاجتماعي المعيشي، أنا أرى أنه غالبا فنزوج من مستوياتنا الاجتماعية. الأغنياء يأخذ من الأغنياء والفقراء يأخذ من الفقراء، هذا أنا أرى الأصلح والأدوم، لأن انعدام الكفاءة يدفع أن المرأة قد تتعالى، المرأة الغنية تتعالى على الزوج الفقير، وهذا يؤدي إلى نفور نفسي وكراهية، أو العكس، الشاب الفقير لا يستطيع أن يتأقلم مع حياة المرأة ونظام، ولا يؤمن لها كل مطالبها، هي متعودة على مستوى معيشي في لباسها في مطعمها في نومها في حاجياتها، وهذا رزق وسع الله، رفعنا بعضكم فوق بعض لنبلوكم فيما أتيناكم. يعني هذا التفاوت ما هو معيب، ليس معيب أبدا، ونعوذ بالله من غنى يطغينا أو من فقر يردينا، نعوذ بالله، لكن فلنركز على قضية الكفاءة قدر الإمكان. أيضا الكفاءة في المستوى العلمي، تصور أني يعني شاب لا يعمل الابتدائية يزوج لخريج الجامعة تماما، مستواها ثقافتها خلفيتها، وهذا لا يملك كل هذا، فلا يمكن أن تتلاقى العقول ولا أن تجتمع الأفكار، والعكس بالعكس، يجب أن نراعي قدر الإمكان هذه الكفاءة العلمية. دائما أنا أحرص أن يكون، إذا كان بيكون في خلل في الكفاءة العلمية، أن تكون المستوى العلمي للرجل أعلى من المرأة، هذا أصل من أصول الاستمرار، لأن الرجل بالأصل له ميزة القوامة، فإذا كان أيضا له ميزة الامتياز بالمستوى العلمي هو أقدر على الضبط والأقدر على حماية الأسرة من التصدع والتفكك. أيضا المنهج الإسلامي من ملامحه حفاظ الأسرة قيام عقد الزواج على التأبيد والقدسية ليتماشى مع وظيفة الأسرة ورسالتها المقدسة، لذلك حرم التأقيد في العقد الشرعي، لا يجوز أن يكون هناك تأقيد، التأبيد تماما، مع أن هذا العقد ترى ما هو عقد بيع وشراء، ما هي صفقة عمل عم تكتب عقد، هذا عقد مقدس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حجة الوداع؟ قال إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شوف القدسية وينها، بكلمة الله، إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، اتقوا الله تسألون به والأرحام جمع بين تقوى الله والحفاظ على هذا الرحم، وأقدس أقدس الصور التراحم والرحم هي ما يكون بين الزوجين ابتداء. أيها الأحبة، إذن مراعاة أن يكون عقد الزواج على التأبير القدسي يتماشى مع رسالة الأسرة المقدسة. من الملامح أيضا تنظيم الحقوق والواجبات، تنظيم الحقوق والواجبات والاتفاق على الفوارق، للمرأة خصائصها وللرجل خصائصه، تبادل الأدوار مخيف، تبادل الأدوار مخيف. ليش نحن نقول تنظيم الحقوق والواجبات؟ طيب يقول أين قوامة الرجل؟ نقول الفوارق هذه تنظيمية وليست استبدادية، هذه فوارق تنظيمية إدارية وليست استبداد، أنه يملك ويحق له ما يفعل شيء. اسمع إلى هذه الآيات، يقول الرجال قوامون على النساء، طيب كمل، بما فضل الله بعضهم على بعض، إذن للمرأة في لها أفضلية على الرجل في جوانب، ثم وبما أنفقوا من أموالهم، طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هالدرجة هي درجة القيادة، درجة تنظيم، درجة إدارة، وليست درجة استبداد وفوقية واستعلاء، هذا ما لا يفهمه الكثيرون، لكن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شوف التوازن بين هالحديثين، شوف حتى يعطيك
يعني الاتفاق على تنظيم حقوق الواجبات. أنس يقول: أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فلم تجبه ما زالت تلعنها الملائكة حتى تصبح. حق للزوج، اشتهى زوجته علالا دعاها للفراش، والله مشغولة في التنظيف، في الغسيل، في الكوي، عندي زيارة، عندي. إذا لم تستجب له ما زالت تلعنها الملائكة حتى تصبح. قال: فلتجب ولو كانت على ظهر قتب، لو كانت على الجمل، لتمشي تسافر الآن لترجع تستجيب لهذا الزوج. لكن في المقابل الزوج الآن ينتفش يقول: شفتي، سمعتي الحديث يا امرأة، سمعتي؟ طيب في المقابل قال: لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير يشكون ضرب أزواجهم. إيش يشكون؟ ضرب أزواجهم. شوف السر. قال: أيضرب أحدكم زوجه في النهار ثم يجامعها في الليل بعد يدعوها؟ أي رجل دعا امرأته تهينها في النهار وتذلها ويصل أنك تضربها بعد في الليل، كيف تجد هذه الحميمية وهذا اللقاء وهذا السكن النفسي والجسدي والروعي والفكري عندها؟ إذن لما قالها استجيبي حفظ لها مكانتها، ممنوع تهينها، ممنوع تذلها، ممنوع تضربها. فإذا ضربتها لا تقولها في الليل تعالي، إذا ما تلعنها الملائكة. إذا كنت عم تهينها في الليل فلم تستجب لك إذا كنت عم تعينها في النهار فلم تستجب في الليل، لا شيء عليها، ما ظل في لعن. تنظيم الحقوق والواجبات هذا أمر يعني يجب أن نؤكد عليه ويجب أن نظهر. أيضا من أجمل الملامح اللي هو ختام الملامح حسب تصوري، قيام الأسرة على روح الحميمية والبساطة. حميمية حميمية، يعني معلش، فلتكن أنت فلان، أبو فلان، منزلتك العلمية والدينية السياسية المالية، فلتكن من تكون، مجرد ما فتحت باب بيتك ودخلت إياك أن تبقى شخصيتك في الخارج معك في الداخل. يقول عمر: يعجبني الرجل فيكم أن يكون رجلا بين الناس وطفلا بين أهله. جاء رجل بده يشكي لعمر: زوجته هيك عم تزعجه شوي. راح مستنفر، وصل عند الباب بده يدق الباب، وإذا زوجة عمر رضي الله عنه عم تصيح عليه. قال: جاي أشكي وهو واقع في نفس اللي أنا واقع منه. عاد ورجع، فخرج عمر فرأى، قال: تعال، ماذا بك؟ قال: جئت أشكو زوجي فرأيت أنك تعاني مما أعاني، فابتسم قال: يا هذا، إنهن يطبخن طعامنا، يغسلن ثيابنا، يحضن أولادنا، ومتعة فراشنا، إذن فلنصبر عليهن على عوج. يعني الظاهر من المرأة شوية تقصير، شوية فتور، عصبت نهار تماما، لا منع يتحمل. فالرجل أقدر على الاستيعاب للمرأة، تكوينها انفعالي عاطفي، والرجل تكوينه فكري عقلاني. عرفت كيف؟ مشان هيك جعل الطلاق في يده، وجعلت له القوامة، وجعلت له ميزة التنظيم والإدارة، وليست ميزة الاستعلاء. الحميمية في البيوت يا سادة، الحميمية. كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته، إذا كان يكون في مهنة أهله، يحضر طعامه، يكنس بيته، يرقع ثوبه، يخسف نعله، فإذا نادى المنادي للصلاة خرج إليها صلى الله عليه وسلم. كان يمازح أهله ويضاعبهم ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من تقبيل نسائه صلى الله عليه وسلم، يكثر من تقبيل. حتى في رمضان تقول السيدة عائشة: ما يخرج من بيتي إلا يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة وهو صائم. هالدرجة، هذا الكلمة الرقيقة الطيبة، هذه القبلة التي تطبعها على خد زوجك أو جبينها، هذه تحدث حميمية في دخولك في خروجك، السلام، الوداع، الكلمة اللطيفة. الجو الحميمي يجب أن تحافظ عليه في قلب أسرتك. الصورة الآن أن الواحد فينا بس التزم صار شيخ، لازم دائما معكش، دائما عابس مقطب لحاجبه، الناس ترتجف منه، خصوصا إذا ما لقي يعني طلاب يسمعوا له وجمهور يحضر له، يروح بده يطلع المشيخة في بيته على زوجته وأبنائه. الالتزام، الالتزام أول ما يحسن فيك أخلاقك، فإذا رأيت ملتزما بلا أخلاق ما هو ملتزم. قال: هذا عالم، هذا مفكر متعد، ما هو ملتزم. التزام بلا أخلاق لا يسمى التزام، سمي نفاق، سمي تزيون، سمي تظاهر، سمي إيش ما تسمي، لكن ليس التزام. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. الخيرية والأخلاق تبدأ في داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يمازح النساء، يلاطفهن،
تماما، ومع أنه كان عنده عدة زوجات وكان محافظ على هذه المملكة بشكل متوازن جميل، لم يسمح لطرف أن يغلو على طرف ولا لطرف أن يتألم من طرف، وضبط غيرة نسائه ضبطا جميلا بالكلمة والممازحة والعلم والملاطفة والهدية هكذا. بل حتى كان يدعو الله عز وجل: اللهم هذا قسمي فيما أملك. يلجأ للدعاء لمن يشعر أني قصر في جانب، كان يميل قلبه للسيدة عائشة، ميل قلبي لا يملك الإنسان أكثر من نساء الأخريات، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يلجأ للدعاء أن يجبر الله عز وجل عنه هذا. يدخل جابر بن عبد الله عليه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الأكرم يرى في بيته قد صنع من نفسه جملا على يديه ورجليه، والحسن والحسين على ظهره يمشي بهما في عجرته صلى الله عليه وسلم، فتدمع عيناه جابر ويقول: نعم الجمل جملكما، فيقول: ونعم الراكبانهما. يراه أحد الأعراب تماما، الأقرع بن حابس، يقبل الحسن والحسين ويحمل أمامة بنت زينب حتى تبول على ثيابه، فيضحك صلى الله عليه وسلم، ممكن الآن واحد يشيلها ويزتها، يحمل أمامة حفيدته فتبول على الثياب، فتصرخ أمه فيقول: دعيها لا تفزعيها. يقبلها ثم يأتي يقول: انضعوني بماء. بكل بساطة صلى ويحمل كانت أمامة تبكي وأمها مشغولة، حملها وأكمل صلاته، يصلي يركع ويسجد وهي بيده صلى الله عليه وسلم. على المنبر يخطب، فيرى الحسن والحسين يلبسان ثيابا حمر يتعثران في ثيابه، فينزل على المنبر ويحملهما ويصعد يكمل الخطبة، يكون ساجدا فيأتي الحسين أو الحسن فيركب على ظهره وهو إمام المسلمين جميعا، والله ما تصير معانا حتى الأمة تخرج علينا، فيطيل السجود حتى يظن أصحابه أنه قبض، فلما يعني سلم قالوا: رأيناك أطلت السجود، قال: إن ولدي ارتحلني وكرهت أن أعجله. جاء مزاجه الآن يركب على ظهري، فأطال السجود من أجل هذا الحفيد. الأقرع بن حابس يراه يقبل الأطفال فيقول: أو تقبلهم يا رسول الله؟ يقول: بلى. يقول: إن لي عشرا من الولد ما قبلت واحدا منهم. يقول: وماذا أفعل إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لم يرحم لا يرحم. أحد ولاة عمر رضي الله تعالى عنه دخل على عمر وهو يحمل ولدا له، يلاعبه ويداعبه ويقبله من شفتيه، يقبل طفله من فمه، فيقول هذا الولد: أو تفعل هذا بصغارك؟ يقول: أولا تفعل أنت؟ يقول: لا. فيقول: والله من لم يرحم ولده لا يرحم المسلمين. ثم عزله. اللي ما عنده رحمة في بيته يقبل أبناءه ويرحمهم، هذا ما يرحم المسلمين، كيف الدواري عندي؟ فيعزله ولم يوله ولاية بعد. الحميمية يا سادة، الحميمية. سيد الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام يكون عند يعني السيدة حفصة، فيخرج فيدخل عند صفية شوي، يعني الدور ما ودور، لكن يدخل عندها لأمر ما، فتأتي حفصة بخبيص نوع من الحلوى فلا تجده، فتدخل عند صفية وإذا به جالس عندها فتغضب تماما، فتقرب له الحلوى، يقول: لا أكل حتى تأكل، أنا ما بأكل من حلواك حتى تأكل صفية تماما. فصفية تقول: لا أكل، يعني قضية ضرائر. فحفصة بدها ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، ترضي يوم عشان ترجعه لنخلص من الموقف، يرجع لي عندي، كل يا صفية لا أكل، والله إلا إن لم تأكل لأطخن به وجهك. فالنبي يغمزها يأشرها يقول: لا تخيها. فتأتي حفصة فتأخذ الحلوى فتمسح وجه صفية، فيقرب الإناء لصفية يقول: خذي حقك منها. يعني بشكل بسيط إنسان. فتأخذ صفية فتدهن وجه حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما يضحك، انحل الموقف وانتهت التشنجات. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا من حجرة عائشة والدور لها، يريد أن يخلو بنفسه في بيت الله، فتظن أنه ذهب إلى أحد ضرائرها، فتخرج تمشي وراءه، أم تقبس وراءه، فيبتسم ويلتفت إليها يقول: ماذا يا عائش، أخفت أن يحيف الله ورسوله عليك؟ يعني دور ما ودورك يروح عند غيرك. إنما أريد أن أخلو بربي ساعة صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة يراها في يوم الأيام متذمرة، كانت صغيرة لمن أخذها، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم للشارع، فيأتي ببنيات بجوار صغار يدخلهن على عائشة، يقول: لاعبوها ومازحوها، غيروا لها الجو، منقفل عليها وامشي، احنا ملتزمين، ما تتنفسي، ما بتطلعي، ما بتروعي، ما بتجي، ما هذا؟ هو يروح يخرج يجيب فتيات في مثل سنها، يقول: لاعبوها ومازحوها، فرجوا عنها. كان يأتي لها بألعاب. في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأتي بألعاب، ألعاب دمى ومدمى، يأتي بالسيدة عائشة تلعب بها، لأن أخذها وهي طفلة صغيرة. فمر يوم الأيام دخل عليها وإذا بها تحمل حصان له جناحين، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هذا يا عائشة، حصان وله جناحان؟ تقول: أما علمت بأن لسليمان حصان له أجنحة؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت؟ يقول: يا عائشة، إني لأعلم حين تكوني راضية وحين تكوني غاضبة. تقول: كيف يا رسول الله؟ قال: حينما تكوني راضية تقولين: لا ورب محمد، حين تكوني غاضبة تقول: لا ورب إبراهيم. ما بتجيب سيرة محمد طاول، لا ورب إبراهيم، زعلانة من زوجها، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حميمية. يراها يوما متذمرة متضايقة، يقول: هل أمي بنا يا عائش؟ فيخرج بها إلى خارج المدينة، يقول: تسابقين؟ سباق، سباق، تسابقين؟ تقول: بلى. فيتسابقان فتسبقوا، فيتركها حتى إذا سمنت وامتلأت لحما بعد فترة من الزواج، يقول لها: تسابقين؟ تقول: بلى. فيخرج فيتسابقان فيسبقها، فيضحك ويضرب كفا بكف، يقول: هذه بتلك، ما نسيتها لسه، سبقتيني أنت مرة. ويعودان إلى المنزل في سرور وضحك وصفاء. الحميمية والحفاظ عليها في بيوتنا، البساطة، الكلمة الطيبة، أين كل هذا في حياتنا؟ هذا ما يحافظ الأسر ويمنع تفككها. عقارب الساعة تمضي بنا سريعا، لن أشرح كثيرا، سأذكر لكم بشكل سريع أسباب التفكك الأسري اللي رأيناها من خلال الرصد والاستقراء ومن خلال السمر، وعليكم أن تجعلوا ضدها هو العلاج. من أسباب التفكك الأسري: أولا، عدم الالتزام بالضوابط الشرعية في تأسيس الأسرة اللي قلنا هي القيم الثابتة. اثنين، الأمية في فهم الحياة الزوجية والرسالة الأسرية. معنى الأمية أي الجهل. يتزوج الفتى وتتزوج الفتاة لا يعرفون ما رسالة الزواج وما معنى الزواج وما معنى تكوين الأسرة. فهذه الأمية بعدم تعليم الآباء لأبنائهم وتعليم الأمهات لبناتها تؤسس أسرة فارغة، أسرة على غير مضامين، أسرة على غير هدف، أسرة مجرد أن الشاب صار في عمر زواج والبنت تخاف أن يفوتها قطر الزواج عشان ما تعنس تتزوج، فيكون زواج على أساس أنه عادة وتقليد، نوع من الحياة المكررة التي لا بد منها في حياة الناس، وهذا أمر مخيف. إذن هذه الأمية في فهم الحياة الزوجية وفهم الرسالة الأسرية من أهم أسباب التفكك الأسري. وهناك زاوية خطيرة يجب أن أنبه لها وسأفرد لها لقاءات وحوارات خاصة، هي الأمية الجنسية في الحياة الزوجية. وهذا أمر قد يقول واحد: الجنسية؟ نعم، الأمية الجنسية التي تعرض لها القرآن وتحدث عنها نصرا بتفصيلا وتأصيل قد يذهل العقول ويحير الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق كل النظريات المعاصرة فيما يسمى الاستقرار الجنسي بين الزوجين من حيث الطرائق والشرائط والكيفيات والأوقات والحالة النفسية والحالة، كل هذا مراعى في السنة لكن يحتاج إلى شرح كبير. أمية جاهلها أبناؤنا وبناتنا فأقبلوا على زواج فلم يصبح بينهما سكينة، لم يجري بينهما تفاهم وتناغم واندماج، لم يحققوا معنى الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فبدأ حالة نفور. نفور يبدأ بمرحلة كمون، ثم بمرحلة تذمر، ثم بمرحلة اعتراض وملل، ثم مرحلة تصدع فطلاق. وهناك إحصائيات رسمية في عديد من الدول العربية تؤكد أن نسبة 40% من مسائل الطلاق هو عدم الانسجام النفسي والجسدي الجنسي بين الزوجين للجهل للأمية لدى الشباب والشابات في هذه المسألة وهذه القضية. هذا أمر خطير يجب أن يفرد له لقاءات ويثقف أبناؤنا وبناتنا المقبلين على الزواج تثقيفا إسلاميا، وليس تثقيف طبيبك وما طبيبك والكتب التي تملأ بصات الشوارع تفسد أذواق شبابنا وشاباتنا. هذه مصيبة، هذه مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية الدعاة في المساجد، تعليم الناس المسائل وطرحها بشكل يعني صريح وبسيط وواع من خلال تأصيل الكتاب والسنة، وفيها كفاية والعناية تغنينا عن كل النظريات الغربية والنظريات الحديثة. ثلاث من أسباب التفكك الأسري: الفارق الكبير في السن بين الزوجين الذي يسبب هوة كبيرة نفسية وعقلية وجسمية جنسية. إذن يجب أن نلاحظ ما يكون في فارق كبير جدا بين الزوجين. فورا يطلع لي واحد يقول لي: طيب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعمر 55 تزوج السيدة عائشة، كانت بنت 11 سنة،
هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. أذكر مرة من باب النكتة، جمعني القدر برجل يدعي دعاوى، يدعي أنه ملم بعلوم غيبية ويرى يعلم ما لا يعلمه الناس، يتكلم بكلام عجيب يخالف الأصول الشرعية، يسموها شطحات أو يسمونها ما بعرف إيش، غيبيات أو رؤى ومنامات أو كشوفات من هذا القبيل. فجئت قلت له: أنت على أي أساس تتكلم بمثل هذا وتخرق أسوار الشريعة؟ وأئمة التصوف رحمه الله لما يصل لهذا الجانب كانوا من أشد الناس حزما. وما سمعت الجنيد يقول: من لم يقرأ القرآن ويتعلم الحديث ويكتب الفقه لا يصلح في أمرنا، هو إمام من أئمة السير، لا يصلح في أمرنا. قلت له: أما سمعت الجيلاني رحمه الله يقول: من طال جناح الحقيقة عنده قرطناها بمقراض الشريعة، ما نسمح لأحد يتطاول؟ أما سمعت السبكي يشتد في الإنكار على بعض أهل زمانه ممن لهم علم وقدر فيقولون هذول من أهل الفضل، يقول: ولكنهم أخطأ أخشى أن يفتن العامة، إني بإنكاري عليهم علنا أحمي سياج الشريعة. ما بدنا كل واحد يتطاول يهرف بما لا يعرف. فعم أذكر له كلمة الإمام مالك: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة، زندقة، لا تدعي دعاوى خارج الإطار الشرعي، هذا مرفوض. من يريد أن يتسور أسوار الكتاب والسنة بدعاوى كشوفات ومنامات وشطحات تخيلات هذا من شياطينه من وساوسه، لا نقبل مهما كان معروفا بالصلاح بين الناس، لا نقبل، نحمي سياج الشريعة. فأما أقول له الكلام هذا قال لي: ولكن فاتك أمر، يعني وكأنه يعني مغبي لي دليل حجة. قال لي: ولكن فاتك أمر. قلت له: ما هو؟ قال: قصة الخضر وموسى في سورة الكهف. شوف الخضر سوى، خرق سفينة وبنى جدار وقتل غلام، وهذا ما تنكره الشريعة. قلت: يا حبيبي، يوم تصبح أنت الخضر وأنا موسى أسلم لك، ولكن لست أنت الخضر وليس أنا موسى، تلك حالة خاصة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وهذا من شرع ما قبلنا. بعد أنت الخضر، أنت العبد الصالح، تدعي نفسك ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلى من اتقى. أيضا في القضية هنا قل لك: الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، شو عم تقول لي الفارق الكبير؟ قلت: لما تكون أنت رسول الله وهي عائشة نقبل في الأمر، أما على النمط التربوي المعاصر وأحوال الناس وأوضاعهم، كبير السن ما رح يذهب لصغيرة السن من أجل يربيها وتصير تنقل الدين وتنقل العلم، من حكمة زواج النبي من عائشة لكي تكون تنقل أحكام الأسرة، أحكام الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تكون فتاة صغيرة تمر بالمراحل كلها في حياتها الزوجية لكي يكمل الشرع. الآن كبير السن الزنقيرة وكذا يأخذ الصغير مشان إيش؟ ليس الأمر إلا لنقص في نفسه تماما أو لشهوة يطمع بها، في غير هيك فلا يبرر بمثل هذا. قل لك: عمر أخذ أم كلثوم وهي صغيرة، لما تكون أنت عمر خذ ما تريد بعدها، بس صير عمر أول شيء من الخطاب، فلا يحق الاستشهاد. من أسباب التفكك الأسري البث الإعلامي بأنواعه. طبعا لما أقول بث إعلامي بدءا من الفضائيات والمحطات الأرضية والإذاعة والإنترنت والجرائد والمجلات، كل هذا البث الإعلامي بأنواعه الذي يروج للمؤامرة على الأسرة وتماسكها ويدعو لتفكيكها. ولاحظ الآن، قم بعملية رصد، تابع البرامج الحوارية، المسلسلات، الأفلام، الأغاني، كل شيء تابعه تجد كله يركز على ضرب القيم، نسف الأخلاقيات، النزول بمستوى الفضائل إلى الرذائل والقبول بها، تحطيم شيء اسمه قدسية أسرة أو أسرية، قدسية التزام ما بين ابن وأب أو ما بين زوج وزوجة أو زوج زوجة وزوج، كلهم يحطمون ويهدمون. وللأسف شئنا أم أبينا هذا سلاح يصدر السموم في كل بيت، ما نستطيع نلغي هذا الأمر. فلذلك يؤثر تأثير كبير على أن يتأثروا بمضمون هذه الأفلام والمسلسلات فيطبقوها في حياتهم فيدعو إلى التفكك والتصدع. من أسباب التفكك الأسري الظروف الاقتصادية، أنا أسميه ترف الأغنياء أو قهر الفقراء. الظروف الاقتصادية، شوف الأغنياء يعيشون حال الترف، ما في زوج فاضي للزوجة ولا زوجة فاضية للزوج ولا أب فاضي لأولاد ولا أبناء فاضين لأب، هذا سيارته معه، هذا يعني له نظامه، هذا له استقلالية والبنت مستقلة والزوج مستقلة، هذا الترف في المال يدعو إلى حال التفكك. نفس الشيء قهر الفقراء، الزوج مشغول ليل نهار حتى يأتي باللقمة،
والزوجة لنهار عم تصرخ على زوجها مشان يأتي باللقمة من حلال والحرام، والأولاد قاعدين ينتظروا أو شاردين في الشوارع يمضون الأوقات يهربون من ضغط المسغبة ومن ذل الحاجة. فهذه الظروف أيضا تؤدي إلى عملية تفكك يجب أن تعالج. سادسا، الأب الغائب الحاضر والأم الحاضرة الغائبة من أسباب التفكك الأسري. الأب الغائب الحاضر، شلون الغائب الحاضر؟ هو حاضر، هو عنده بيت وعنده زوجة وأولاد، لكن طلع كم ساعة يقضيها في العمل وفي السفر من أجل الصفقات والعقود والشركات تماما، وثم بعدها بعد التعب الشديد بده يرفع عن نفسه، مش قد بده يقعد على المقهى والملهى وزيارة وطلع مع الشباب والأصدقاء، كم يتبقى من وقته لبيته؟ يخرج وهم نائمون ويدخل وهم نائمون، فهو حاضر لكنه غائب مشغول بالدنيا والعمل. أو الأم تماما الحاضرة الغائبة، هي موجودة لكن يا على المسلسل يا على الاستقبال يا على الزيارة يا نائمة، يا هي حاضرة لكنها غائبة، لا تهتم لا بتربية ولا بتوجيه ولا بعناية ولا بتذكير. من أسباب التفكك الأسري عدم نضوج عقلية أحد الزوجين بدرجة تكفي لمواجهة أعباء الحياة الأسرية. يعني الزوج والزوجة أحبة لما يجوا على الزواج خصوص الشاب والشابة يظنون أن الحياة كلها عسل، ما عرفان المسكين بعد شهر ينتهي العسل يبدأ البصل، تدمع عيونه في أعباء في تكاليف، متعود أول أسبوع يطرق عليه الباب صينية الطعام أمامه، الناس عم تدلله، الزوجة تترك تنام لآخر النهار، لكن هذه الحياة لا تدوم، هذه سنة الحياة، بيبدأ ويرجع لعمله وترجع الزوجة تقوم بأعباء الحياة وأعباء البيت وتكاليف الأسرة تماما. فعدم نضوج عقلية الزوجين أن يستعدوا لمثل هذا التغير يدعو للتفكك. الزوجة إذا طول عمرها شهر عسل طول الحياة، والزوج نفس الشيء بده طول عمره الزوجة تكون حاضرة مزينة جميلة مكيجة مثل الأيام الأولى، هذا يؤدي إلى عملية تنافر ثم تفكك أسري لعدم نضوج عقلية الزوجين أو أحدهما مشان حتى يحسن يدير دفة الحياة الزوجية. ثامنا، عدم فهم كل من الزوجين النفسية وطباع الآخر. يقول أبو الدرداء جلس مع زوجته يوم قال يا أم الدرداء إذا غضبت رضيني لا تغضبي، وإذا غضبت أرضيتك، وإلا ما دام وداد، أغضب تغضبي انفجرت القنابل راح كل شيء، بس شفتني غضبت أنا راح، أنا ماني ملك، أيها الناس اسمعوا إني بشر لست ملاكا ولا حجر، تجيني انفعالات تجيني ضغوط عمل ضغوط نفسية ضغوط شخصية تماما، بس رأيتيني غضب رضيني، وأنا بس شفتك غضبانة ما أجي أغضب عليك أيضا أرضيك حتى يدوم هذا الوداد. إذن عدم فهم كل من الزوجين النفسية وطباع الآخر، يجب أن تتعلم طبيعة زوجتك كيف تفكر مستواها تصوراتها، وأنت الحضن الدافئ وأنت الذي تحتوي هذه الحالة أيها الحبيب، أنت المسؤول ابتداء، المرأة خطابها ومسؤولية لكن أنت ابتداء أنت هو المسؤول. انظر أيها الحبيب الزوجة، أعطيك نبذة، المرأة بشكل عام قالوا المرأة، طبعا هذا يجب أن لا تنزعج منه المرأة، هذا مما لا ينقص من قيمتها، المرأة طفل كبير، فإذا أردت أن تعاملها على أنها ند أهلكت نفسك وأهلكتها، ما هي ند لك، المرأة طفل لكنه كبير، أي طفل رقيق مبني على كتلة مشاعر وعواطف تماما، كيف تعامل طفلك؟ المرأة يعني مهما أغضبتها أدخل عليها وردة ترضى، ومهما كنت مقصر معها أسمعها كلمات في أذنها همسا فيها رقة ووداد وحب تماما، تنسى كل شيء، وجرب، أنا أتحداك تحدي على التحدي، جرب عامل المرأة على أنها طفل بين يديك، غير هيك لا تستمر الحياة، تعاملها أنت أبو فلان وهي أم فلان ونكاسر إيدين نزلي على المكاسرة إذا بدك تشوف مين اللي فينا في البيت بدي أبقى، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح أبدا، يجب أن تفهم طبيعة هذه المرأة. يعني قال مثلا جالسين أنت وإياها على البلكونة يوما عم تشرب فنجان قهوة، إما عند شروق الشمس وإما في الليل عند المغيب وطلوع القمر، شقد في فرق كبير بين واحد قاعد عند زوجته عند المساء غابت الشمس وظهر القمر بلألائه في عتمة الليل يزين دوحة النجوم من حوله
قاعد يرتشف الفنجان فينظر لزوجته يقولها شايفة هالقمر هذا؟ تقول نعم. يقولها كف واحد أوصلك لعنده؟ عم يغازلها يعني. أنت اليوم قصرة بكذا وكذا وكذا، سيدي عدد لها الآن في هالجلسة الشهرية، عدد لها كل أخطائها، ما كويتي، ما حضرتي، ما فعلتي، ما رديتي على التليفون. وبين مثلا لما يقعد يقول يا سبحان الله، يعني أنا في حالة من 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 شكر لله، ما أدري كيف أشكرك يا ربي، أنا بين قمرين، واحد في الأرض وواحد في السماء. إيش قد الفرق بين الثنتين؟ وفي فرق كبير. هذه الكلمة اللي قد تأخذ منك جلسة 5 دقائق كل يوم، 10 دقائق على فنجان القهوة، بتصفي لك، تفلتر لك حياتك الأسرية من الصباح للمساء. إيش قد ما كنت مقصر ومشغول وتماما متأفف، هالجلسة هاي تصفي، بل تصفي لك فلترت 6 أشهر في تقصيرك. فافعلها، افعلها، ولا تبخل بوردة وكلمة وجلسة هادئة هانئة. من أسباب التفكك أيها الأحبة قلة الاهتمام بالأبناء وعدم متابعتهم، وهذا صار ديدا كل الناس إلا من رحم ربي، أبدا إلا من رحم ربي، هذا ديدا الجميع، قلة الاهتمام بالأبناء ومتابعتهم. يا حبيبي يا حبيبي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تعرف ليش يفر المرء من صاحبته وبنيه؟ تعرف معات الآية هاي؟ هذا يوم القيامة يفر من صاحبته وبنيه، قال لها صورتين. الصورة الأولى تماما، يوم يلاحقونه لكي يسائلونه بين يدي الله، يوقف يقولهم أطعمتكم، سقيتكم، ألبستكم، رفحتكم، بنيت لكم قصور، تركت لكم أرصدة، فتحت لكم معامل، يقول كل هذا شيء يغني عنا الآن، كل معاملك، كل أموالك، كل رفاهيتك، كل طعامك الآن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. فيلاحقونه ليسائلونه، وهو الذي أغدق عليهم في الدنيا، فيهرب، يفر من زوجته وأبنائه. وقيل إن يوم القيامة يقول أنت قصرت معنا في الدنيا، أقل ما في الآن تعطينا حسنتين من عندك نثقل الميزان، فيهرب منهم. يعني كل إنسان يبحث عن حسنة فلا يجدها، حسنة حسنة فلا يجدها، فيفر منهم. فحتى لا تفر منهم هناك، اتق الله فيهم هنا، اتق الله فيهم هنا. من أسباب التفكك الأسري إفرازات الحضارة الحديثة، وأهمها أهمها على الإطلاق إطلاق العنان للنساء والأبناء للتحرك بحرية دون قيود ولا حدود. هاي من إفرازات الحضارة الحديثة. نحن في القرن 21، وإذا كنت في القرن 21، وإذا كنت، شوف المجتمعات كيف عايشة. أنا أخاطبك كمسلم، عيبني المجتمعات. فمن فرزات الحضارة الحديثة إطلاق العنان تماما للنساء والأبناء يتحرك بحرية دون حسيب ولا رقيب ودون حدود ولا قيود. وهذا أدى إلى ظهور وقوع الأبناء في جرائم، وقوع النساء في خيانات، وهذا يؤدي كله إلى هذا التفكك والتصدع وانهيار الأسر والعياذ بالله. وهذا كله يا ريت يعني لما أنت تطلق العنان، معلش بس يكون قائم على أصول تربوية، يكون مؤسس الأبناء، بعدها زدهم وين ما كان، أرسلهم وين ما كان، بس بدون تأسيس. قلنا اللي قبلها قلة الاهتمام، بعدها من المفرزات إطلاق العنان. قلة الاهتمام معاها الثانية الهلاك، الموت الزؤام وخراب الأسر العامرة أيها الأحبة. أيضا من أسباب التفكك انغماس الرجال في أمورهم الخاصة. غالبا الرجل يعني يهمل زوجه وأهل بيته، يروح ينغمس في أمور الخاصة ومطالبه الشخصية وينصرف بعيدا، يبدأ بالانصراف جسديا ثم ينصرف نفسيا ثم قلبيا، فتشعر المرأة بذلك، تشعر أن زوجها مشغول عنها. وهذا أمر موجود، هذا أمر موجود. لا لا، يجب أن نعترف، إذا ما اعترفنا مشكلة. من سبيل النكتة، طبعا في أسباب تدفع الرجل أن ينصرف وأن لا تعجبه زوجته وأن يزهد فيها. نكتة، قال امرأة ذهبت إلى الطبيب تقول له يا دكتور، هاي الدكتور مصطفى بيناتنا يعني تعرض عليه المشكلة، تقول له يا دكتور أنا يعني مشكلة غريبة عم تصير معي، كلما استيقظت عند الصباح أجد نفسي مبللة، مبللة بشكل كامل يعني رطبة، فما أدري شو السبب. قال لها زوجك يكون بجانبك؟ تقول بجانبي. يقول طيب هالليلة تظاهري بالنوم مشان نعرف شو السر. جاءوا عند الليل، تظاهرت أنها نائمة، قعد زوجها، هو شاف أنها نامت، شغل الدش وبلش يقلب على القنوات والمحطات، ويطلع له النساء مشكلة ملون، كلما خرجت واحدة
يبصق على زوجها يقول هيمرة وهيمرة هيمرة هيمرة للصبح، تفيق الصبح مبللة وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا أمر هو نكتة لكن هو واقع تعيشه الأمة. فالزوج اللي عم يرى أشكال ألوان في الشوارع وفي القنوات وفي الجامعات وفي الأسواق وفي العمل يجي يصلي درجة ما تعجبه زوجته ولا تملأ قلبه ولا تملأ نفسه ولا تروي غليله، فيبدأ بالانشغال بأمور خاصة. فهذا الانصراف والانشغال يؤدي إلى استشعار الزوجة بهذا والأبناء فيبدأ التصدع، يبدأ التصدع. أيضا ما قبل الأخير من أسباب التفكك تدخل الأهل بين الزوجين. وأنا هنا نصيحة أوجهها لكل زوجين سواء كان زواجهم جديد أو سواء كان أكل عليهم الدهر وشرب، اجعلوا حياتكم مستقلة. طبعا هذا المعنى مو أن تقول لوالدتك لا تتدخلي أو لوالدتك لا تتدخل، بل أجري اتفاقية منذ أول يوم بينك وبين زوجتك أو منذ الآن لإصلاح الأمر. قل لها كل ما يقال من أهلي أو يقال من أهلك نقول لهم حاضرين، أنت تهزي براسك وأنا أهز براسي موافقين، فإذا خلونا بأنفسنا نسينا كل شيء. فلا زعلنا الأهل ولا سمحناهم أن يتدخلوا لتخريب الانسجام فيما بيننا. هاي نصيحة، لا تغضب أمك. الأم قد يكون من طبيعتها تغار من 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 كنتها كما تغار الضرة من ضرتها، يعني في غيرها. معلش اسمع لها وأمرك وكما تريدين ومثل ما بدك وأنا حاضر، وتأمر زوجتك أن تطيعها ظاهرا ولو كان في الأمر عسر. تمام، ولو كان في الأمر عسر قلها لبي لها ما تريد واسمعي واطعي، فإذا خلونا ببعضنا كنت أنت ملكة القلب. الكلام فيه شيء، صفقة اتفاقية تحفظ توازنك وعلاقاتك مع أهلك وأهلها وتحفظ حياتكم من تدخل الأهل فيؤدي إلى التنافر ويؤدي إلى التفكك. أخيرا أيها الأحبة، من أسباب التفكك تعدد الزوجات دون ضوابط، تعدد الزوجات دون ضوابط. أنا لا أقول لا تعدد الزوجات، أقول عدد الزوجات، لكن لا يعدد الزوجة إلا رجل كامل بدين واع. إذا ما كان فيه صفة دين تمام تجعل يوازن الأمر ويتقي الله بدافع ذاته مع رجولة كاملة يقدر على إدارة هذه الأمر، هذا غنم له غرم له ضريبة كبيرة. إذا ما كنت أهلي هذا إياك أن تقدم على هذه الخطوة، لأن ستظلم نفسك وتظلم زوجتيك، تظلم معك أسرتين مو أسرة واحدة. فإذا قدرت فأقدم، لكن أين الرجل الكامل؟ أظهر الضوابط من نفسك، أظهر الصفات، أظهر المقدرة، وأعد يعني أسرتك الأولى لتقبل مثل الأمر إعداد هادئ إيماني فكري، وبعدها لا مانع. وأنا أعرف رجالا كثر يعيشون حالة التعدد بانسجام وبهدوء وباستقرار حال، أعرف كثيرا منهم. وأعرف بالعكس الواحد كثيرون على مع زوجة واحدة يعيش في شقاء ليل نهار. أعرف ناس يعددوا الزواج وهم في نعيم، وأعرف ناس عندهم زوجة وهم في جحيم. القضية ترجع للرجل، ترجع للرجل، أعود ترجع للرجل. إذا كان الرجل كاملا دينا فالأمر هين. أتمنى أن تقوم المؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الخيرية بمعالجة ظاهرة التفكك، وهذا كله سأقدم فيه أطروحة وبرنامج عمل أقدمه للجهات المسؤولة والمختصة والرسمية لمعالجة الظاهرة ومتابعتها. لأن أتكلم الآن، أنا ما أتكلم عن مجموعة تحضر الآن في المحاضرة، أتكلم عن حالة وطن وحالة أمة. إذا استطعنا أن نعالجها كما قلت علاج الأزمات يدفعنا لصد الهجمات. فأنا الآن أتكلم عن حالة حقيقية، إذا أحسننا علاجها أحسننا رد الهجمة عن بلادنا وعن ديننا وعقيدتنا. وأتمنى أن نقوم بتأسيس ما يسمى مؤسسات الإرشاد الأسري، إرشاد الزواج. في أغلب الدول موجودة هذه المؤسسات، إلا عندنا للأسف ما رأيت أني أحد قام بالمشروع. وأتمنى من أحد الأكفياء الأثرياء الواعين أن يشكل نواة من مجموعة ممن هم على مثلهم من الطيبين يؤسسوا لمثل هذا، فوالله إن هذا فيه من الأجر أعظم من صيام النهار وقيام الليل، بأنك تقف في مواجهة الشيطان اللي يرسل سراياه ويرجع يقول له ماذا فعلت، يقول له ما زلت به حتى تماما فرقت بينه وبين زوجه. فأنت لما تقول جمعت بينه وبين زوجه تماما أنت عم تواجه شياطين الجن والإنس وعن تحفظ الدين والوطن والأمة. أتمنى أن يفكر البعض في تأسيس نواة لهذه المؤسسات، تفتح ملاحق للمساجد،
ملاحق للمشافي مثل دكتورنا الفاضل يصبح ملحق عندهم اسمه الإرشاد النفسي الأسري، الإرشاد النفسي إرشاد الزواج للمقبلين على الزواج وللمتزوجين إذا طرأت أزمات ومشاكل كيف يعالجونها، كيف يقدم لهم البرامج والحلول. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يتولانا بعين الرعاية، وأن يحيطنا بسياج العناية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وسيروا راشدين.